مقاومة الشعب الكردي في كوباني ضد مرتزقة داعش. وللنقاش حول ذلك معنا من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور هيثم مناع نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي. دكتور هيثم مرحبا بك. مرحبا بك أخي. نعم دكتور، الهجمات التي تشنها مرتزقة داعش بدعم مباشر من تركيا على كوباني دخلت يوم السبع، وهذه الهجمات تشكل تهديدا حقيقيا على الشعب الكردي وشعوب المنطقة، كيف تقيمون هذه الهجمات؟ أولا من الضروري دائما التفكير بأن الشعب الكردي ووحدات حماية الشعب هي أول من واجه داعش في المنطقة، وهي أول من كبد داعش الخسائر الكبيرة يوم كان الناس لا يعترفون حتى بأن داعش تشكل خطرا على العراق وسوريا وكامل المنطقة. النقطة الثانية التي أحب أن أقولها أن هناك من يناضل اليوم من أجل قضية عادلة، قضية إنسانية، يناضل من أجل أمة ديمقراطية في وجه دويلة متوحشة وبربرية. لذلك نحن اليوم كلنا عرب وكرد وسريان وكلدان من أي طائفة ونحلة من أي حزب وفريق واجبنا أن نقف مع الحق، واجبنا أن نقف مع العصر، واجبنا أن نقف مع مستقبل الإنسان لا مع قتل الإنسان. ولا يمكن أن يتجسد ذلك إلا بتضامن كل الديمقراطيين في كل دول المنطقة اليوم مع المقاومين الكرد وأخوانهم العرب والسريان الذين يقاتلون البربرية. نحن اليوم أمام معركة محكوم على كوباني عين العرب النصر فيها. ليس هناك خيار إلا النصر مهما كانت التضحيات، لأن الهزيمة تعني انتصار البربرية، انتصار الهمجية والقرون الوسطى وسحق شعوب المنطقة بأكملها وليس فقط الإنسان الكردي. نعم يعني دكتور، نعم تفضلتم وقلت بأن مرتزقة داعش تعيش حالة التوحش وهي لا تراعي أي قوانين دولية ولا أي مبادئ، يعني برأيكم كيف تقيم الصمت الدولي حيال هذه الممارسات المدعومة من تركيا وكذلك من الدول العالمية التي تدعي بأنها ضد داعش وتقوم بتشكيل تحالفات في هذا المجال؟ المعركة التي تجري اليوم تعري كل من يتحدث عن تحالف دولي جدي لمواجهة داعش ولمواجهة الإرهاب. اليوم تتكشف كل الأقنعة، يتكشف من هم يتحدثون بالزور والبهتان عن معركة هم طرف فيها. لا يمكن لداعش أن تعيش لولا فهاريج النفط التي تعبر الأراضي التركية أمام أعين الناس. لو كانت تعبر بكيلو من ال نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور هيثم مناع، زملاؤنا في غرفة الإخراج سيحاولون ثانية الاتصال مع الدكتور هيثم مناع نائب المنسق العام لهيئة التنسيق. دكتور هل أنت على الخط؟ هل أنت معنا؟ نعم أنا معكم. نعم تفضل، حدث هناك خلل ربما في الاتصال، انقطع الصوت، تفضل دكتور. لا يمكن أن تمر صهاريج النفط أمام أعين العالم والطائرات التي تراقب المنطقة وكل التصوير اليومي من كل وسائل ومن كل وسائل المراقبة الحديثة في الساتلايت في فوق المنطقة. لا يمكن أن تمر الدبابات من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية دون تواطؤ تركي. لا يمكن أن يمر الجرحى إلى المستشفيات التركية دون تواطؤ تركي مع داعش. لهذا نحن نقول بأن هناك بالفعل تواطؤ وهناك بالفعل مؤامرة، ولا بد من مواجهتها، ولا يمكن مواجهتها بأي حكومة. هذه معركة الشعوب في المنطقة،
لابد من أن تتحالف كل شعوب المنطقة، كل الديمقراطيين في المنطقة والعالم اليوم، مع وحدات حماية الشعب التي تناضل من أجل كرامتنا جميعا ومن أجل مواجهة البربرية في المنطقة. نعم دكتور، كيف لنا أن نقيم الصمت العربي أيضا حيال ما يجري الآن في كوبا وفي المنطقة عموما على يد داعش؟ هناك أطراف عربية لم تخفي في الأيام الأخيرة تعاطفها مع داعش. هناك أكثر من مسؤول في حركة الإخوان المسلمين على العكس يطالب بأن نتفهم ونتعاون مع هذه الظاهرة، وهناك أيضا عدد من الأقطار العربية سمح للمئات من المقاتلين من بلدانه بالذهاب والالتحاق بداعش. لذا اليوم كما ذكرت تتكشف كل الأقنعة وتتكشف كل عمليات الفصام ما بين الخطاب والممارسة، ما بين الادعاءات بأن هناك حرب على الإرهاب وما يحدث على الأرض حقيقة. نحن اليوم أكرر وأقول مطالبين عرب وكرد ومن كل الديمقراطيين في المنطقة بأن نتوجه لدعم إخواننا الكرد. هذا الدعم ليس من أجل الكرد، هذا الدعم من أجل كرامتنا جميعا ومن أجل مواجهة البربرية التي تشكل خطرا على الجميع. وإذا لم نقم بذلك فإذا اليوم ضربت كوباني غدا ستضرب كل مناطق سوريا. لا يمكن أن نعزل ما يجري اليوم ونتائجه عن نتائج كارثية قدرها الله في حال خسرنا كوباني، ولكنني واثق بأن كوباني المحكوم عليها بالنصر ستنتصر، لأن هذا الشعب يحمل قضية عادلة ويحمل الأمل للمستقبل، يحمل بيده الحياة في مواجهة الموت الذي يحمله المشروع الظلامي. من هنا فلنتضامن جميعا ليس بالكلام، بالدواء، بالأطباء، بمن يستطيع الالتحاق بالمنطقة من أجل أن يكون له شرف التضامن مع وحدات حماية الشعب في وجه البربرية. نعم دكتور، سؤال أخير، أنا لا أريد أن أخذ وقت من وقتكم كثيرا، إلى أين تتجه سوريا في ظل هذه الهجمات التي تقوم بها داعش بدعم من تركيا وكذلك هذا الصمت الدولي والعربي الذي تحدث وتفضلت وقلت عنه؟ المشروع التركي مشروع جهنمي، إنه يسعى لأن تستلم داعش المناطق الحدودية حتى يقول للعالم بإمكاني الآن أن أدخل وأقيم مناطق عازلة، وبنفس الوقت أن يقول بأنكم بحاجة لي من أجل وقف داعش وعدم دخولها إلى الأراضي التركية وصيرورتها في معقل حلف شمال الأطلسي. هذا المشروع الجهنمي سينعكس على تركيا بالتأكيد بالفشل، ومن يحمل السم يقتل به، من يحمل السم يقتل به. نحن لا نتمنى للشعب التركي أن يكون ضحية حكومته، ولكن هذه الحكومة تتصرف بشكل متهور سينعكس بالضرورة على الشعب التركي وكل شعوب المنطقة. نعم نعم الدكتور هيثم النعنع بالمستقى العام لهيئة التغيير، هيئة التنسيق لتغيير القوى الديمقراطية في سوريا، شكرا لكم على هذه المشاركة.